خش على الرز بلبن. حلوه، ونحط ده جنبه. حاضر يا غالي، عينيه اهو. نجيب الكاسات بتاعتنا عشان عايزين نعمل شويه رز بلبن بالمكسرات. حلو. حفله حواوشي عادي، ممكن اعمل حفله حواوشي بكذا طعم، بالباربيكيو صوص، بالكاتشب، بالمايونيز، بالجبنه، صوص الجبنه، زي ما انا عايز. حلو، تعالوا مع بعض الرز بلبن ايه حكايته. معانا الحليب على النار، شويه حليب. طبعا الرز هنا استوى من غير حليب، استفدت بالنشا بتاع الرز. الرز المصري بتاعنا يا اخوانا، ما تعملوش رز مصري، ما تعملوش رز بلبن برز بسمتي، ازعل منك. لازم تعمليه بالرز المصري. ليه يا مغازي؟ لان الرز المصري الكفر بتاع الحبه من الخارج غني بالنشويات والكربوهيدرات، فده بتبان شخصيته في طبق رز بلبن، في تاجر رز معمر، وهكذا. وادي الحكايه اهو ده. طبعا يعني لما ناكل رغيف حواوشي البعض بيحبه سبايسي، وطبيعي لازم يكون سبايسي، والرغيف الحواوشي لو مش سبايسي ملوش طعم، ملوش شخصيه. ونحل بقى بشويه رز بلبن، وانا عامل رز اهوت سلقه على جنب. عايز اعمل رز بلبن بطعم القرفه، احط قرفه في الحله دي. عايز اعمل رز بلبن بطعم الفانيليا، احط شويه فانيليا في حله تانية مع شويه حليب. عايز اعمل رز بلبن بطعم الحبهان زي اخواننا في الخليج، نحط شويه هيل مطحونين، شغل القهوه العربي اهو. عايز اعمل رز بلبن بطعم الشوكولاته، جيب شويه كاكاو وحطهم مع الرز بلبن. اهم حاجه ان الرز اتسلق من غير اي حاجه خالص. جاهز عندي. لوني بقى، لوني وشكلي وعددي اهو. ده رز بلبن بطعم ايه؟ ده بطعم الفانيليا اهو. حتى الرز بلبن كمان متعدد الطعم والوصفات في ايدك. سمي بسم الله بس وربنا يبارك لك على طول. ده جاهز. فين الفانيليا؟ اهي. اصبر يا عم الله، ما حطيتش السكر. سكر انت عينك على السكر. اجيب الفنان الكبير محمد منير السكر؟ اجيب لك منين يا سكر؟ الاغنيه بتقول ايه يا شفيق بتاعت السكر دي؟ اهو ادي السكر حبيبي حبسوه، ولا عايز سكر؟ حلو. ده السكر مع الفانيليا. الله. طعم الفانيليا وريحه الفانيليا وشقاوه الفانيليا طالعه مع البخار. اهو. شوفي بقى ايه اللي بيحصل في مشاكلنا. المكسرات دايما بتبقى انت ست كريمه، وبتبقى عايزه تعبري عن كل اللي جواكي، ودي طبيعه الست المصريه. تحطي لوز، تحطي فول سوداني، تحطي عين جمل في قلب الحلو. تيجي حماتها تاكل، سنانها تروح بيها على المستشفى، على دكتور السنان، تدفع فلوس قد كده، يبقى الطبق الحلويات كلفنا ليه؟ ما بتنظريش على المكسرات لما تطرى، لازم تحطيها مع الرز اللبن تاخد غلوه. ده فول سوداني. سيبيها غلوه، هتلاقي الفول السوداني ده بقى طري، عامل زي الزبيب في قلب الرز بلبن. شويه زبيب، بما ان الزبيب جه على السير. خلهم ياخدوا غلوه، غير انك تزيني بيه. والله زينت بيه بقى وهي شايفاه قدام عينيها، حتى كاجو وعين جمل، هي بقى اسنانها قويه تكسر البندق باسنانها، ربنا يديها الصحه. تاكل، شايفه ان اسنانها مش قد، هتشيله على جنب وتاكل الايه؟ الرز بلبن. وهكذا. ونقلب. ونسيبه شويه. شفت بقى الفول السوداني ايه اللي بيحصل هنا؟ بيدوب مع الرز بلبن. الزبيب بيرجع للهيكله بتاعته من البدايه، اللي هو العنب البناتي الجميل. زي الفل. نغرف مع بعض. حاضر حاضر. عيني. دي تفاصيل صغيره، لما شيء بيقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد، مش كلام وخلاص، بنطبق عملي واحنا واقفين مع بعض. اقل تكلفه ان انا اخلي الفول السوداني يغلي في قلب الحليب او المهلبيه اللي بعملها، دي مدرسه تانية خالص. طب يا شيف مش عايز لا احطهم في شويه ميه سخنين يا ست الكل، تعملي صينيه بسبوسه، صينيه كنافه بالمكسرات، هاتي المكسرات دي وحطها في شويه شربات سخن وسيبيها شويه مثلا، او في ميه مغليه بس عطري الميه، يعني ما تبقاش ميه بس. ليه؟ حبيت الفول السوداني وحبيت اللوزه، ما هتشرب ميه بس مش هيبقى طعمها ماسخ. فلما تحط على الميه دي شويه زهر، بيض زهر، شويه سكر، شربطه، شويه فانيليا، تقوم الحبات المكسرات اذا كانت فول سوداني، عين جمل، لوز، فستق، تشرب من الفليفر بتاع الشربات. مدرسه يا اخوانا، الموضوع ده مش ببلاش، خبره السنين يا عم ملاح. هناخد الرز بلبن بتاعنا ده كده ونغرفه. هنغرفه ازاي؟ مع بعض. الله. حاضر حاضر. عندك اتنين
اتنين حواوشي واتنين رز بلبن، عينيا يا غالي. اه تدفع الفاتوره كلمه شكر بس، تسلم ايدك يا ام غازي، مش عايزين اكتر من كده. اه مش عايزين فلوس. اه لا، الفول السوداني جوه مع الزبيب بيتنافس، بيقول انا انزل الاول، الزبيب يقول لك لا 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 انا انزل الاول، انا دايما داخل في كل حاجه حتى في الحوادي. اه لما تعمل الرز الصياديه بالزبيب حكايه، شيخ الرز بالزبيب حكايه. الف هنا وشفا، هنخلي الحله دي انا بقى انزل عليها بعد ما اخلص، عشان الكلام ده ما ينفعش على الشاشه. حلو. اه اغرف الطبق الكبير، الف هنا وشفا ليكم. نرجع بقى لطبق السلطه بتاعتنا الجميل، هنعمله ازاي؟ فين المكسرات؟ دي جوز الهند شويه كده، شويه زبيب في النص، ارسمي دلعي. نفس القصه دي، طريقه تانية. اخوانا الحلويات مدرسه، قال لك اللي بنى مصر في الاصل، مش قال لك ده العالم كله اللي بيقول، اللي بنى مصر في الاصل حلواني كان دمه خفيف، يعني عمل الكنافه واستقبلنا بيها ضيوفنا في زمان ايام الكتباء المصريين، كانت دي الحاله اللي استقبلنا بها ضيوفنا، عشان كده احنا مشهورين بالكنافه، وعندنا مطاعم كبيره ومحلات كبيره تتنافس في عمل الكنافه. عملنا الكنافه بالمانجا، احنا اصحاب حقوق الطبع، كنافه بالمانجا، كنافه بالتمر، كنافه بالشوكولاته. حلو. طيب خلصنا من الرز بلبن.